رح نكون معكم ببرنامج وين نحن. هذا البرنامج اللي رح يكون بشوارع ومناطق اللاذقية لحتى نتعرف على هيدي المناطق، لحتى نتعرف أهالي اللاذقية وين بحبوا يروحوا بمشاورهم، خاصة هلأ صيف ودائما العصر بيكون العالم حابين يروحوا يغيروا جو المساء. اليوم بأول حلقاتنا رح نكون على الكورنيش الغربي، رح نروح بجولة على الكورنيش الغربي لحتى نتعرف على ذكريات العالم وكيف كان شكل الكورنيش الغربي قبل هلا. خلوكم معنا وتابعونا. يلا مرحبا، كيفكم؟ منيحين شكرا كثير. هلا سمعنا منكم انه هلا واصلين جديد على البلد، ايمتى وصلتوا؟ وصلنا اليوم الصبح، والله سافرنا طول الليل. الحمد لله على السلامة. كيف كانت السفرة؟ كانت متعبة كثير. يلا الحمد لله على السلامة. كيف شايفين الكورنيش الغربي؟ قد ايه صار لكم برا البلد اول شيء؟ انا يعني دائما بجي لهون باستمرار، بس شي 20 سنة. هي اول مرة بتجي؟ اول مرة بتجي؟ طيب كيف شافت البلد او كيف شافت سوريا هلا؟ كمي كيلي تا بروميير امبرسيون دو لا تركي؟ C'est une très jolie ville portuaire et ça me rappelle Marseille, ma ville d'origine en France. مدينة ساحلية حلوة كتير وبتذكرها بمدينة مارسيليا اللي هي منها بفرنسا. مرحبا. أهلا فيك. أنت بتعرفي كيف كان تاريخ الكورنيش الغربي قبل؟ يعني بعرف قبل ما تخلقي يمكن. إحنا هاد اللي بدنا يعني نعرف قبل ما أخلق. قبل ما تخلقي كنا كله مقاهي وحلوة وكنا نقعد على هالمقاهي ونتفرج على البحر. وإذا مشينا كله بحر، بس كمان نحن مبسوطين يصير مرفق، يعني ما نو غلط، حلوين، حلو المرفق كمان. شو رأيك أنت كيف شفتي الكورنيش الغربي؟ يفوق دو جبي. كومون تي اتروبي سيت فيل؟ Je la découvre pour le moment, mais la mer est belle, le ciel est beau. شرفنا فيكم وأهلا وسهلا وإن شاء الله بتنبسطوا. كيف تتذكري شيء ذكرى هيك لك من الكورنيش الغربي من قبل؟ والله لي ذكريات مثلا مع اولادي لما كانوا صغار، هلا مثلا كلهم بالجامعات صاروا. الله يسلمك، يعني في لهم هيك وقفوا مثلا هالحيط، فرجيهم على الباخره كيف عم تنزل كيف واقفه. نحن على اساس انه برنامج تفاعلي بس نحن صرنا حشريين شوي. مرحبا. مرحبتين. كيفكم؟ الحمد لله. انتوا دائما بتجوا على الكورنيش الغربي؟ انا بخاف من الكلاب، بس انه دائما بتجوا على الكورنيش الغربي؟ ايه ماما. شو فيكم تحكوا لنا عن الكورنيش الغربي؟ كيف كان من قبل؟ كان رائع بجنة. تكرم عينك فوري عم نحكي. طيب نتعرف على حضرتك. هون كنا نتسبح. ايوه نقول شاكر جويش. ايوه شو بدك؟ كيف كان شكل الكورنيش الغربي من قبل؟ جنة قهاوي وبحر وناكل تبوله و بيتي ما بعيد كثير. بس معلش انا اقعد هون بالاول. تفضلي حبيبي. تفضلي. كنا عم نقول نحن انه بعد ما بالرغم من انه ما بقى هلا مثل قبل، بس عم نشوفكم نحن هون. حبيبي صار في ارتباط بالحي، عرفتي شو؟ لانه المرفق هون او الكورنيش هيدا قريب من الحي لنا، ونحن متعودين انه كنا على طول ننزل ونقعد على البحر، هلا نسينا البحر بدنا نضل قاعدين. بس ضلت هيك في ذكريات ونضل بهي الجمعه الحلوه مثل ما كانت. شيء اكيد. عشان نسمع بس اكثر. هلا كنا نتسبح هون. هون لك. هون طفولتنا. ايوه. مسقط راسنا. جنة. شو بتحكي لنا انت كمان عن ذكرياتك مع ال يعني هون كان مسبح فارس، يعني وقت اللي كنت تيجي تسبحوا الشباب هون نراوسوا فارس، تلاقي يمكن اقل شيء 500 زلمه في كليات الاولاد، ويعني ومنظر كثير حلو، بتنزلي درجتين ثلاثه على المي عامله البركه وبعد منها بتنزلي على البحر رئيسي كلياته، كان كثير حلو، والقهاوي كانت كلياتها بتقعدي ومي بتترش عليكي، كانت جنة. سوريا حلوة، ما في أحلى منا بالتاريخ، ما في أجمل منا. نحن شوي تعبانين من وراء الأزمة، صلنا 10 سنين، بس نحن منحبها وما رح نفلتها أبدا. يا تسلم يا رب. نحن علقانة فيها، وشو ما كانت وشو ما كانت نضل نحارب لنخليها تبين وتظهر. إن شاء الله دائما وصلها بترجع مثل قبل وأحسن وموفقين بهذا المشوار، والله يخليكم لبعض. الله يسلمك. شكرا عليك.
انا بخاف من الكلاب. شو عم تعملي على الكورنيش هلا؟ عم نتسلى انا واختي ورفقاتها. ليش هربوا رفقاتكم طيب؟ ما هربوا، رايحين يتصوروا. اذا بكنا تصورنا نحن وياهم. هن اللي بدهم. طيب، انت خلصتي امتحان وهلا بالصيفيه شو عم تعملي؟ عم بروح مع اختي مشاوي. انت كل يوم بتجي لهون ولا في مناطق ثانيه بتروحي عليها؟ لا، كل خميس بيجي لهون. مبسوطه انت هون؟ ايه. شو بتعملي طيب؟ بتسلى. طيب ماشي، هلا موافقه كثير وخليك عم تتسلي. ماشي، وانت ما بدك تحكي معنا؟ بس قولي لنا، انت بتحبي الكورنيش الغربي؟ ايه اكيد. دائما بتجي لهون؟ ايه يعني تقريبا. هلا شو بتعملوا هون مثلا؟ بنتمشى مثلا. وبتتصوروا؟ ايه اكيد. تمام، يلا موافقين. باي باي. بس عم يهربوا مننا العالم، شكله ما بضل يحكي. مرحبا. كيفك؟ تمام. انت دائما بتجي على الكورنيش الغربي؟ ايه. احكي لنا شو اكثر شيء بتحبي تعملي على الكورنيش الغربي وليش بتجي لهون؟ طب احكي لنا عن ذكرياتك مع الكورنيش الغربي. معلش بس توقفي مش عارفين ياخذك. معلش اسفه. لا بس كلمه، بس ذكرياتك مع الكورنيش الغربي. احلى شيء. احلى شيء بالعاديه. ذكريات. لا احلى الذكريات. احلى الذكريات. طيب ماشي، باي باي. موافقه. مرحبا. كيفك؟ تمام. هلا شايفينك على الكورنيش الغربي، انت دائما بتجي لهون؟ ايه والله. ليه بتحبي جايه لهون؟ هيك مناظر العالم، تلاقي بنطلع متفتر، بنشوف الشباب، نتمشى نحن. انت رايح لعند رفقاتك يعني هلا؟ الصبايا. ايه والله. انت بتجي لهون عشان تشوف الصبايا يعني. ايه والله. ايوه ما شاء الله عجقه معناها. ايه على طول هون لقدام في صبايا يعني. بدك تسرق بدك تشملحك. يلا باي باي. هلا. كله عم يهرب مننا، ان شاء الله ما تكونوا بدكم تهربوا منا. مرحبا. لا ما تهربي مننا، بس ذكرياتك مع الكورنيش. شكرا لانك ما هربتي مننا. مرحبا. مرحبا. شايفينك على الكورنيش الغربي، دائما بتجي لهون؟ ايه، نحن بيتنا قريب، بننزل نتمشى هون. يعني كل يوم روتين يومي تقريبا. يوم. رياضه ومشوار. أيوة. وفي عجقه عالم وهيك بتسلاي. مثل ما شايفه حلو كثير الجو، والجو ظريف كثير كثير وحلو. شو أكثر شيء بتتذكري من أيام زمان على الكورنيش الغربي؟ نحن ساكنين هون وعلى طول بننزل نتمشى هون. يلا موافقين بالمشوار، ما رح نأخرك أكثر من هيك، وشكرا لأنك ما هربتي مننا. باي. مرحبا. أهلين. شكرا لأنكم رضيتوا تضحكوا، يعني ليش كنتوا هربانين طيب؟ ما بعرف. نخجل طلعت. ليش بدك تخجل طيب؟ احكي، أنت دائما بتجي لهون؟ إيه. شو أكثر شيء بتحبه هون؟ منظر البحر. منظر البحر؟ تمام، وأنت شو أكثر شيء بتحبه هون؟ والله بتمشايك مع رفقاتك. تسلوا هون؟ كلنا، حتى انا هيك قلت له. كل يوم عم تجوا لهون يعني؟ تقريبا تقريبا. ماشي، معناها ديروا بالكم على حالكم. موافقين؟ باي. ماشي. شكلهم طيبين سخنين. ايه على كيف كيفك شوفيهم هون. ايه شكلهم كويسين والله، ما بعرف انا كثير بالدرا بس يعني على ما يبدو. شوفين عيني. مرتبين ما هيك؟ يعني شو بيكونوا منحة طيبين؟ ايه مرتبين، في درا بجبني كمان اذا بدك، درا مشكلة كمان. والعالم كثير عم بتحب الدرا؟ ايه كثير. يعني عم في اقبال، العالم بتحب تشتري هيك شغلات. هي اكله صيفيه وشتويه. دائما العالم عم بيجوا بيشتروا منها. لا كمان الحمد لله بفضل الله. ما تغلي عليهم كثير. لا. اكيد. وفي فول كمان، سامعنا. ايه صح. كمان هي اكله مرتبه كمان. بتعبر عن المحبه كرمال نشر المحبه بين الناس. بدك تنشري المحبه بين الناس. طب تعطيني انا كمان ورقه؟ تفضلي. شكرا لك، معلش اقراها. ايه. طب انت شو اسمك اول شيء؟ اسمي سوريانا. اسمك سوريانا؟ حلو كثير الاسم، ليش هيك اسمك؟ انه اهلك ليش هيك سموك بتعرفي؟ لانه نحن سوريا لنا، هيك معنى اسمي، انه فنحن انه متاكدين انه نحن بنحبها لسوريا. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. اي صف انت؟ صف خامس. موافقة كتير حبيبتي. تعي نقرا شو كاتبت لنا سوريانا وسوريا إلنا. مكتوب: سلام، بتمنى لك أوقات حلوة، أنت إنسان كتير حلو، أنت المحبة وأنا بحبك، مبادرة صديق لطيف. شكرا يا صديقتنا اللطيفة سوريانا. مرحبا. مرحبا. أنت شو اسمك كمان؟ اسمي ميرا. عاشت الأسامي يا ميرا. أنت أختها ولا رفيقتها؟ رفيقتها. طب أنت بدك تعطيني كمان رسالة؟ معلش أنا أطميها، بدي أخذ كل الرسائل. عادي. يسلموا. شكرا. هلا. كمان رح اقراها لهيدي الرساله تبعت صديقتنا ميرا. سلام، بتمنى لك اوقات حلوه، انت انسان حلو، انت المحبه وانا بحبك، شكرا لوقتك، شكرا لوقتكم، مبادره صديق لطيف. شكرا ميرا، شكرا سوريانا، واكيد سوريا لنا. باي. 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 موافقين.
وهيك بنكون وصلنا وخلصنا مشوارنا على الكورنيش الغربي، وصار معنا نحن كمان بهيدي الحلقة ذكريات كتير، وأهمها رسالة سوريانا لإلنا، الرسالة اللي سوريانا اللي قالت لنا إنه هي إنه نحن ناس كتير حلوين وبتمنى لنا أوقات حلوة، ونحن كمان نتمنى لكم أوقات حلوة ببرنامجنا اللي رح يكون بكل حلقة من منطقة شكل وحي من أحياء مدينة اللاذقية. تابعونا لحتى نكون بمشوارنا ببرنامجنا وين نحن. باي باي.